اولا انا مسرور بحضور هذا النشاط. ثانيا هذا النشاط احنا ادرجناه مع الجمعيه في اطار الاحتفاء بشهر التراث الذي تنظمه المديريه الجهويه في اطار استراتيجيه وزاره الثقافه والاتصال قطاع الثقافه اهتمام بالتراث. تظاهرات ملكة جمال التراث أول مرة تنظم في المغرب، وحنا مسرورين أنه أطلقنا هذه المبادرة من الكناس داخل الجهة، وكنا سباقين لإعلان عن تنظيم هذه التظاهرة التي سيكون لها ارتباط بالتراث وبالموروث الثقافي وبالتنوع الثقافي للمغرب.